قلتي ان الدعم النفسي مهم جدا، اهم من العلم، يعني مش اهم منه بس يعني مهم جدا. فاحكي لي ده اهميته ايه، خصوصا ان مثلا ممكن البنت تخاف تقول اساسا فكرتها، او تخاف ان هي تبتدي في المشروع لمجرد ان هي حاسة ان هي هتترفض. هل بتشوفي ده دلوقتي؟ بصي هقولك على حاجة. شي كان كإيفنت كان عندنا نسخة منه، اللي هي النسخة بتاعت السنة اللي فاتت 2019، كان اسمها successful failure، او الفشل اللي بيجي قبل النجاح. ساعات كتير قوي لما بنفشل بنفتكر ده اخر العالم، وساعات كتير بنخاف اصلا نفكر لنفشل. صح، ده مش نهاية العالم. ياما ناس عملت حاجات وفشلت ورجعت وقفت تاني على رجليها، وساعات بتقف احسن كمان. ساعات بنبقى ناس ماشيه في اتجاه وبتكتشف ان الاتجاه ده خلاص قدامه حيطه سد، في اتجاهات تانية كتير. بمجرد ما الشخص، وشخص مش بس بنت، تحس ان هي عندها القدره ان هي تعمل اي حاجه هي عايزاها، او ان هي بقى عندها ثقه في نفسها كفايه، هتتعلم احسن، هتشتغل احسن، هتنتج احسن، هتبقى ام انجح، هتبقى شخص عنده طموح او عنده ثقه في نفسه ان هو يقدر يعمل اي حاجه هو عايزها. فلما تقرر ان هي تقعد في البيت، هي مش هتقرر انها تقعد في البيت عشان هي مضطره تقعد في البيت، هتقرر تقعد في البيت عشان هي شايفه ان هي تقدر تبقى ام ناجحه بالطريقه دي. فهو ما فيش حاجه اسمها احسن واوحش. يعني انت شايفه ان الثقه بالنفس هي بدايه النجاح بالنسبة. هي الاساس، هي دي الاساس. انا لو واثقه في نفسي، واثقه في قدراتي، واثقه في اللي انا اقدر اعمله، هي دي الحاجه اللي هتنجحني. ولو واحده مش واثقه في نفسها قوي، ازاي تقدر تقوي ثقتها في نفسها؟ بصي هقول لك على حاجه. لازم نبص للحاجه زي ما بقول لك الايجابيه. مفيش حد ما عندوش موارد، حتى لو هي جايه من باك جراوند او من مجتمع مختلف، او هي شايفه ان هي اللي حواليها مش بيشجعها، هي لازم تبص هي عندها ايه. اكيد عندها مميزات. من اول البنت الصغيره اللي عندها 15 16 سنه فهي عندها مميزات. ممكن يكون المميزات والامتيازات اللي عندها ان هي مثلا عندها اسره بتدعمها، مش لازم اسره بتدعمها، ممكن يكون عندها مثلا اهلها عندهم مشروع بتقدر تتعلم فيه، ممكن يكون المدرسه اللي هي فيها عندها مدرسه تساعدها او مدرسه بتشجعها. فدايما لو دورنا هنلاقي مصادر دعم. في ناس بتبقى مش شايفه ده، بتقول انا ما فيش عندي حاجه، لو دورنا هنلاقي. هي الفكره كلها ان انا ادور على الحاجه، زي ما ببص ساعات الحاجات تخليني محبطه، ابص على الحاجات اللي تخليني متحمسه. الانترنت مليان، السوشيال ميديا مليانه فيديوز تحفيزيه وحاجات ونماذج فعلا ناجحه جدا جدا جدا، لو تابعوها واتفرجوا عليهم دي هتبقى بدايه الطريق.